أما عن العملية الأخيرة، عملية سيوف الثأر، فهي مرحلتان. المرحلة الأولى عملية سيوف الثأر في أول ساعات العام الجديد، ثأرا لآية الله المجاهد الشهيد نمر باقر النمر وشهداء القطيف والبحرين، وتحرر على إثرها 10 سجناء بينهم الشهيد القائد رضا الغسرة، وكان من بين الأبطال الذين ساهموا في العملية الشهيد محمود يحيى رضوان الله عليهما. والمرحلة الثانية، وكانت بداية المرحلة الثانية، هذا صوت رضا. يلا الخوي احنا ركبنا، ها اوكي، يلا نسألكم الدعاء. اخوي احنا مشينا زين، يلا تيسر. المرحلة الثانية، وكان هاي إذان ببدئها، صوت الشهيد القائد رضا الغسرة. كانت مهمة جهادية للشهيد رضا الغسرة، شاء فيها أن يرفعه إليه شاء الله فيها أن يرفعه إليه مخضبا بدمائه حتى يكمل رفاقه المشوار، وكنا على دراية واتصال ومعرفة بالتفاصيل، وفي ذلك حكمة ستبديها الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لقد قال الشهيد رضا بعد تحرره من سجون الظالمين: أنا هذه المرة لن أعود هناك، إما حرية أو شهادة. وحمل سلاحه وروحه بين كفيه، وفي عينيه غضب لا يهدأ، ورجلاه ثابتتان بنداء يا زهراء. سبق الأعداء وثار كالليث الغاضب بصمود أسطوري ومقاومة لا تنهزم، ليقدم درسا في المقاومة والثبات.